السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة ديالنا ديال اليوم غادي نبداو من واحد الدوار كان كيعيش فيه واحد الراجل ومراته وولدو وبنتو. ولدو اللي اسمه ديالو عبد الكريم وفي عمره 26 عام، وبنته اللي في عمرها شي 19 عام بحال ما هكاك، ومراته ربس بيت. هذا الراجل هذا كان انسان بسيط ما في حالوش، انسان على قد الحال، ما عندوش شي ارض اللي غادي يفلحها، وما عندوش شي كوري ديال بهم كبير، يلا تيخدم مع الناس يصاوب لهذا شي حاجه، يمشي يتسخر لهذا، المهم كيبيع ويشري مع شي واحد، عنده واحد البركه تاع البهيم قليله بزاف، المهم شي حاجه على قد الحال وصافي. ولدو الكبير هو اللي كان كيعاونو، كان خدام في المدينة، هاديك كثر من 5 سنين وخدام في المدينة، كيجي عندو يطلع عندو شوفو يعاونو باش مسخا الله كيرجع عاوتاني، حيتاش تا هو خدام بكتافو، يعني الله بناي، هداك ولدو عبد الكريم بناي، خدام في المدينة، وخدام في البني، وساكن غير في واحد البيت مع الزوافرية، هادشي اللي كيعرف الأب ديالو. لا أقل ولا أكثر. مزيان أراك لي هاد عبد الكريم هذا واحد اللحظة من اللحظات غادي يغبر، ما يبقاش يجي للفيلاج للدوار عند والديه، غيدوز الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع، تقريبا واحد الشهر ما جا عندهم، ما اتصل بيهم ما والو، هو ما كانش موال في القضية هادي، كان ضروري كل أسبوع كيطلع عند والديه لأن الفيلاج قريب للمدينة بزاف، إلا ما جاش أسبوع أو لجوج الاسبوع الثالث خاصو ضروري يجي، اولا كيعيط في التليفون على باه كيعلمو يقول له ودي راني ما جايش ولا شي حاجه، كيصيفط ليه شي حاجه ولا المهم عارفو محتاج باه. هنا الاب تشوش كيما تشوشات الام والاخت ديالو، ما يمكنش. قرر هاد الاب هذا انه يهود يقلب عليه، فعلا نيت هبط كيقلب كيما قلنا، هو ما كانش عارف فين ساكن، هو كيقول ليه على حساب ما كان كيجي عبد الكريم ويعاود ليهم، كيقول لهم ودي راني كاري مؤخرا مع واحد الدري في واحد البيت على قد الحال، البيت هذا ومولاه راجل طيب وكذا كاري معاه، هو في الاول يلا مشى كان كاري مع الزوافريه، ما خلى فيه نكره هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن في نهايه المطاف تقريبا واحد العامين صحيحه ابقى كاري مع واحد الولد، هذا الولد ما كيعرفوا عليه حتى شي حاجه العائله تاع عبد الكريم. المهم اللي كان كيقول لي ما ودي راه خدام معايا وصافي، هذا الشيء اللي كاين. هذه الاب هبط كيقلب على عبد الكريم وفين يقلب عليه، والمدينة كبيرة وكذا كذا. المهم واحد النهار اللي حتى كيتلاقى مع واحد الشاب، هاد الشاب هذا كان واحد النهار قال لي ودي انا راه تلاقيت مع ولدك، يعني هاد الشاب اللي تلاقى مع بوات عبد الكريم ولد دوار، هذا واحد النهار كان قال لي ودي راه تلاقيت مع ولدك في واحد المارشي تاع البني، الاخر كان كيدير جليج، وتلاقاو بحكم انهم ولاد دوار واحد، سلموا على بعضياتهم وكذا كذا، وجمعوا مع بعضياتهم شويه، مشى عندو تفكروا ويمشي عندو. قال لي هذيك النهار قلت لي تلاقيت مع ولدي، قال لي اه تلاقيت معاه في واحد البريكول في واحد المارشي تاع البني، هو كان كيخدم البني، وانا دخلت كندير جليج مع الباترون ديالي. اه قال لي ولدي عافاك ما تعرفش هذاك الشاف اللي كان خدام معاه، يعني طاشرون تاع البني. اه قال لي كنعرفوه السي فلان سي ابراهيم، واحد طاشرون تاع البني، راه هو اللي كيخدم مع ولدك، خدام مع شي وحدين ولكن مؤخرا راه كان خدام غير معاه هوايا. مزيان قال لي ما توريش ليا، قال لي نوريه لك ياك ما كاين باس. قال لي ودي راه ولدي راه غبر دابا تقريبا واحد الشهر بحال ماكاك، ما بقاش بان، ما عيط ليا، ما جا عندي، ما حتى شي حاجه، انا تشوش ليه بزاف، تكون واقع لي شي حاجه. قال لي واش نقول لك، انا راه بقيت شفتو هنا في المدينه ما بقيتش تلاقيت به، ولكن هذاك الطاشون سي ابراهيم نوريه لك، حنا ما بقيناش خدامين معاه ولكن نوريه لك فين كيكون. المهم داه اللي حتى عرفوا على الطاشون سي ابراهيم، سلام سلام. قال لي هاد السيد هذا راه بوات عبد الكريم، قال لي شكون عبد الكريم؟ قال لي عبد الكريم بناي فلان فلاني كيدير كيف عامل، ويتفكروا هذاك الطاشرون ويتفكروا. قال لي اه قال لي عرفتوا ذاك الولد، الله عمره ظهر ذاك الولد درويش ومؤدب وكذا وما يعاودش الهضره وكيخدم نيت. قال لي فينا هو شحال هذه مابقاش بان ليا، راه خدام معايا ولكن دابا تقريبا راه واحد شهر ونص بحال ماكاك، او لا لا ما كاملاش شهر ونص، شي شهر وشي حاجه ما بانش ليا. هي نفس المدة اللي اختفى فيها هذاك عبد الكريم على والديه. قال لي انا راه جيت عندك على ود انني نسولك عليه، اودي راه غبر دابا تقريبا راه شهر كما قلتي، راه مابقاش طلع للفيلاج، مابقى سول، مابقى عيط، مابقى حتى شي حاجه،
كان عيطوا ليه في التليفون ما كيجاوبش، راه حنا مشوشين عليه. وقال لي ماش نقول لكم، كيهضر مع الاب هذاك طاشرون. قال لي شنو نقول لك سيدي، هو راه كان خدام عندي فعلا نيتو كيما قلت لك، راه راجل مزيان، ولكن شنو نقول لك، نسول لك شي صحابو هنايا نسولهم، بدا كيعيط وفلان وفلان وفلان. قال لي واش نتوما ما شفتوش عبد الكريم فلان فلاني؟ لا سيدي لا، قالوا لي لا، عبد الكريم دابا تقريبا واحد شهر وشي حاجه ما بقاش بالينا، وغبر لي الاثر نيت حنا تشوشنا عليه، حنا صحابوه مشى خدم عند شي واحد، ولكن راه ما بقاش بالينا وما بقيناش لاقينا به كاع اصلا. ويقول لهم مع من هو كان كريم؟ مع من؟ قالوا لي ودي راه كريم مع عماد. عماد هو اللي كان كريم معاه واحد البيت، وحنا مشينا عندو شحال مرة تما هداك البيت، وشربنا معاه اتاي وكلينا شطوينجنات وكذا كذا مزيان. كلمو لي عافاكم عماد. جا عماد قال ليه السلام الشاف، قال لي عيطتي ليا؟ قال لي اه، هاد السيد هذا قال لي راه الاب تاع الكريم اللي كان كريم معاك البيت، واش تا مبقيتيش كريم معاه؟ فين مشى؟ ما عرفتش فين مشى. وقال لي اش نقول لك سيدي، انا عبد الكريم دابا تقريبا راه واحد الشهر باش طلقت الكره، لانه هو اللي كان شاد البيت. دابا تقريبا راه واحد الشهر باش طلقت الكره، عطيتو لمولاه ومشيت لواحد البيت اخر سكنت فيه، وسكنوا معايا شي دراري اخرين، هو خليتو تم. صراحه ما نكذبش لكم، انا خليتو تم وما عرفتوش فين مشى، ما نكذبش لكم. مزيان، وما بقيتش لاقيتي بيه من تم؟ لا ما بقيتش لاقيت بيه. نوريكم البيت، مرحبا، نوريكم البيت الا بغيتوني نوريه لكم. صافي هنايا الراجل بوزع الكريم مشى مع داك عماد اللي حتى وراه البيت، خرج مول الدار ولقى ناس اخرين كاينين هذاك البيت، ناس اخرين يعني زوافري اخرين. الزوافري بطبيعة الحال ما عارفين والو، قالوا ودي حنا، قالوا الراجل حنا راه كاينين مع مول الدار عادي. جا مول الدار سلام سلام، انا بوات فلان فلان. اي سيدي عقلت عليه، كان كاري هو السيد على عماد، مالكم ياك ما كاين باس؟ سولوا على ولد عبد الكريم. قال لي سيدي اش نقول لك، راه ملي طلق لي الكره هذا السيد هذا على عماد، لانه هو اللي كنت كاري ليه البيت، الاخر ما بقاش بالي انا اصلا، ما بانش ليا، انا كنت عامل غير مع هذا الاخر، ما بانش لي، ما كذبش لك باش نكون واضح معاك، ما بانش لي كاع. قال لي علاه ما خرجت هو يا ما والو؟ الله اعلم سيدي. المهم عطاني السويرتات، جيت لقيت المحل ديالي خاوي، جبت الناس اخرين كراوه هادشي اللي كاين، وبزاف هادشي هذا فيه غموض نوعا ما، الغموض. والدارات اللي كانوا كارينه كانت سفليه وفيها غير سطح، صافي سفليه وفيها بيوتا كيكريها الزوافريه هذاك الراجل، هو ما ساكنش تم طابي الحال، فيها جوج بيوت، هاد البيت وبيت لقاه غير مسدود كان خاوي. مزيان هنايا صافي، الراجل شنو يدير؟ فين يسول؟ فين يقلب؟ فين يبحث؟ قالوا لي الناس، وقال لي هذاك الشاف نيت ديالو هذاك السي ابراهيم طاشون تاع البني، قال لي شوف الشريف، قال لي سير عند البوليس وعلم به، ولدك تكون واقع عليه شي حاجه، يكون مشدود، يكون في السبيطار، الله يستر الافات في الدنيا. قال لي هذاك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي غندير. هي هذيك مشى عند البوليس، دخل عندهم سلام سلام، قال لهم وين ندير واحد البحث لفاية عائله على ود ولدي، راه خرج دابا تقريبا راه شحال من اسبوع، تقريبا راه واحد الشهر وزياده، غبر لي الاثر، ما بقايش عارفو فين مشى. سولت هنا وهنا وهنا والو، يقول واحد واش عطاني الخبر. قالوا لي على ودي يا شريف شهر كامل عاد جاي عندنا، ما يمكنش، راه كاين عليك ملي عرفتي انه اختفى جي عندنا. وقال لهم انا ودي راه ساكن في البلاد في العروبيه، هو ساكن في المدينه خدام، وراه موالف كيجي عندي كل اسبوع او اسبوعين، اسبوع الاول الثاني الثالث عاد انا تشوش عليه، عيط لي ما كيجاوبنيش، هو ما عيط لي ما والو، عاد هبط للمدينه وقلبت يعني شهر هو هذاك. مزيان داروا بحث لفاية عائله على ود هاد الدري هذا عبد الكريم، الصوره ديالو كذا، فوتوكوبي لاكارت ديالو، فين كيمشي، فين كيجي، فين ساكن، شكون صحابو، فين خدام، جميع المعلومات عليه. يعني اتصلوا البوليس بسبيطارات، شافوا الدوائر الامنيه، شافوا السجون، شافوا المستودع البلدي الاموات لا تكون شي جوج تا مجهوله، والو. وتقول واش كاين شي اخبار على هاد عبد الكريم هذا، اول شي مواصفات قريبه ليه. صافي ني البوليس بقى فيهم هذاك السيد، وهما ينوضوا قلبوا عليه معاه، يعني قالوا السيد هذا كثر من شهر غابر، ما يمكنش حاجه وقع عليه. مشاو نفس الخطوات اللي دار الاب داروا البوليس، مشاو على داك الطاشرون، قال لهم نفس الهضره اللي قال الاب، اودي انا كنعرفو خدام عندي راجل مزيان وكذا كذا، وراهم اصحابو سولوهم
عادي المعرفة ديالهم غير بالخدمة لا أقل ولا أكثر. كيمشيو عندو البلاصة اللي كان كاريها هو وكذاك عماد، عيطوا على عماد، عماد قال لهم نفس الهضرة، جاو عند مول الدار، مول الدار قال لهم نفس الهضرة اللي قالها البواح، ما كاينلاش نعاودوها. هنايا فهموا البوليس بأنه آخر واحد شافو غيكون يا إما هذاك عماد أولا مول الدار. مول الدار لحوا عليه مزيان، قالوا لي قول لنا أنت ملي عطاك السكورتات هاد عماد هذا واش شفتي السيد يعني عبد الكريم هز حوايجو وخرج سلم عليك وخرج؟ قال لهم لا نكذب عليكم، انا ملي عطاني السويرتات تلاقيت معاه فواحد القهوه عطاني السويرتات وخلصني. ابقيت شي يومين بحال ما كان، عاد جيت للدار فتحت البيت ديالي كنلقاه عادي خاوي ما فيه حتى شي حاجه. صافي هنايا قلت راه واقيلا عبد الكريم راه مشى. صافي مادام الاخر طلق الكرا الاخر راه مشى هز حوايجو ومشى حتى هو. بقيت نقلب على الكرا اللي حتى لقيت هاد الزوافريه جداد جبتهم دخلوا للدار دخلوا للبيت. هادشي اللي كاين يعني انت مشيتش ملي هز حوايجو وخرج؟ لا مشوش. عماد كيقول نفس الهضره، كيقول بدي انا ملي عطيتو السويرتات قال لي عبد الكريم انا راه غادي نهز حوايج اليوم اولا غدا وغادي نمشي نقلب جهه اخرى في الكرا. ها هو من وراء هادشي هذا تلاقيتي بيه؟ لا مابقاش تلاقيت بيه. وما يمكنش السيد ملي طلقتو الكرا اللي تلا هو والحسن ما قلت لينا حتى راه حتى هو اللي كنتي شاد الكرا مزيان عطيتي السويرتات مول الدار. هو قال لك انا نهار اليومين، ولكن على الاقل هذيك النهار اليومين نقولوا سيدي راه خوا الدار قبل ما يجي مول الدار مزيان. وعلى الخدمه علاش ما يمشيش ليها؟ غادي يمشي للخدمه غادي يكري بيت اخر في الخدمه يقول لك ما ودي راه كريت واحد البيت في بلاصه فلانيه. ما يمكنش هاد الهضره هادي ما كتدخلش العقل. غير قول لينا الصراحه شنو كاين. قال لي عماد والو، هادي هي الهضره اللي كنقول لكم هي اللي كاينه، ما نزيد ما ننقص عليكم، هادشي اللي كاين. انا طلقت للدار لمولاها هو قال لي انا غادي نهز حوايجي اليوم ولا غدا، هادشي اللي كاين. المهم هنايا بانت لي القضيه في شكل شي حاجه ماشي تليه. المهم البوليس ما عندهم حتى شي دليل كيدين هذاك عماد، وما عندهم حتى شي حاجه ضد هذاك مول الدار، وما عندهم حتى شي بيست يدخلوا منها. المهم مشاو قالوا له حتى تكون شي حاجه وغادي نعلموك الشريف ولا انت لا عرفتي شي حاجه جالبنا مزيان. مشات الوقت داز تقريبا واحد العام. هاد العام هذا شنو غادي يوقع فيه؟ هاد العام دابا هاد الدار فين جات فين كان كاري هاد عبد الكريم مع عماد صاحبو شنو غادي يوقع؟ حداهم كانت واحد الاقامه كتبنى والبلاد كتبدل، يعني بقات غير ديك الدار تما غير ديك الدار. وديك الدار كانت بنيه عشوائي، كان اصلا ديك الحي كامل بناء عشوائي وكان الاقامات كيدخلوا تمايا والعمران كيتزاد. مهم مول واحد الارض شراها كامله او لو بغي يدير اقامه تمايا، شرا هذوك الديور العشوائيين كاملين وحول الناس مواليهم. يعني كل واحد عطاه، كاين اللي عطاه بقعه في بلاصه اخرى، كاين اللي عطاه فلوس، كل واحد على حساب متفاهم مع مولاه مزيان. ما كانوش بزاف اصلا دوك الديور مزيان. هنايا صافي مول الدار باع لهداك مول الاقامه اللي غيشري ديك الارض كامله ويبني فيها عمارات باع ليه. طيب الحال صافي تسلم هداك مول العماره خو هذوك الكراي مشاو حلاتهم وبدا كيريب هذوك الديور ما عندهم يدير بهم، راه خاصو يستافد من الارض. بدا كيريب يا متريب وصلوا لهذيك الدار ريبوها ووصلوا لهذاك البيت اللي كان كالي فيه عبد الكريم مع عماد. البناية شنو كيكتاشفو؟ كيكتاشفو جثة بشرية، عظام بشرية. قالو حبس، عيطو على البوليس. البوليس دخلو الخط، جات فرقة مسرح الجريمة، جات الشرطة القضائية، شنو واقع ما واقع. هداك مول العمارة رجع، يعني مول الإقامة رجع براسو، قال لي مودي أنا راه أنا لي شريت الأرض، شريت هاد الديور ولكن باغي غير الأرض، وهاد الدار ديال فلان، عيطو على فلان، جا فلان، جا. هاني البوليس ملي تيبدو ديك الجثة كيلقاوها بالحوايج ديالها. يعني راه عامه تحلات ولكن الملابس باقين، وكيلقاو واحد البطاقه شخصيه لا كارت ناسيونال، يعني كانت في الحويج كانت في السروال. بطاقه ديال من؟ بطاقه ديال عبد الكريم هذاك اللي اختفى هادي اكثر من عام. يعني البوليس عرفوا بانه اصلا كاينه واحد البحث اللي فات التعيله على ولاد عبد الكريم وهو كان كاري هنا، لانهم داروا محضر في ملي جاوا سولوا داكشي انه كان كاري هنا مع صاحبه عماد. صافي البوليس توصلوا لهاد العماد هذا، لان مول الدار قال لي مودي انا هاد البيت هذا كنت كاري لواحد الزوافريه بزاف ومن ضمنهم واحد عبد الكريم مع عماد. جاو البوليس وسولوا في الاختفاء تاع عبد الكريم هذا. ما عليناش دابا مشاو جابوا عماد. عماد قالوا لي شوف قول لنا شريف انت، حنا ديجا سولناك
اولا سولوك البوليس والدائره على الاختفاء تاع صاحبك عبد الكريم، وقلت لينا بانك تطلقت السويرسات مول الدار وخليت عبد الكريم قال لي اليوم ولا غدا غادي نهز حويجاتي. قال لهم اه باقي مشبت بالراي ديالو. قالوا ليه ما على بالكش بان نحن لقينا الجثه ديال عبد الكريم صاحبك في البيت وانت الوحيد اللي كنتي كاري معاه، قول اعترف حتى هو مول الفعله. حنا نيت في المحضر قرينا بان داك الضابط اللي دون المعلومات ديالو دون بانه راه بانت القضيه ماشي هذيك وبان الهضره ما طابقاش ديال عماد، ولكن ما لقى عليك حتى شي دليل من يدخلك. هادشي هذا عنده معنى واحد، انك صفيتي على صاحبك ودفنتيه تما، قول صراحه. المهم هنا يبقى كيدور في عينيه او يعترف. اشنو قال لهم في الاعترافات هذه؟ هنا قال لهم حقيقة انا كنت كاري مع عبد الكريم في بيت واحد، البيت كان كبير تبارك الله بزاف، ولكن هذاك عبد الكريم كان انسان طيب ولا عمره دارو معقول داخل سوق راسو كيعاون والديه، ما هو ديال البلية ما هو ديال الادمان، العكس ديال عماد. عماد كان ما كيدير اللي كتصلح، كان ديما البلية والادمان، ومرة مرة كيجيب معاه شي وحدة تمايا، شي وحدة كتكون الصديقة ديالو كيجيبها تمايا. هو هذاك خونا يعني عبد الكريم كان كيدار معاه ديما على ود هاد القضية، يقولي شوف هذا بيت راه محترم وكذا، ولا بغيتي تتصل قطو دير شي حاجة سير على برا شوف شي جوايا اخرين، انا ما تجيبش ليا هنايا. المهم قالي لا ماشي شغلك، وهاد البيت انا كاريه من عند مولاه، وانت اللي بغيتي هاد الحال مرحبا، ما بغيتيش جمع راسك وخوي عليا داري. هو هذاك عبد الكريم كان عاجبو داك البيت لان السومه الكرائيه ديالو رخيصه وكذا، هو كيجمع الفلوس وكيصيفط لوالديه والقضيه شويه مزيره، ما قادرش انه يخرج يكري شي دار راسو او يكري شي بيت بوحدو ولا شي حاجه. هادشي علاش بقى صابر عليه، اليوم غدا اليوم غدا ولا كيضارب معاه بزاف، ديما مدابز معاه تمايا. المهم داكشي قالوا للمول الدار، قالها ليه، قال لي ودي راه خونا اش كيدير اش كيفعل كيترك، ولكن مول الدار قال لي ودي انا مسوقيش، هو الكريم عندي البيت، انا كيهمني غير الخلاص، عجبك الحالة ولدي مرحبا، ما عجبكش خرج. هادشي اللي غادي نقول لك، هاد المعلومة هو ما قالهاش هذاك مول الدار البوليس هذاك الوقت، وهادشي اللي خلى البحث يتعطر في هذاك الوقت وتوقف. ما عليناش هنايا هذاك عماد اشنو دار. واحد النهار جا كيف العاده سكران يعني كذا شارب، جا مع واحد البنت. هنايا داك عبد الكريم بقى فيه الحال، قال لي لا هادشي ما معقولش وكذا كذا، قال لي خرج عليا، قال لي خرج، عجبك الحال ما عجبكش خرج. تزايدوا في الهضره هنايا ضربوا بيه. المهم جبتي واحد القرعه تاع الشراب مشروبات كحوليه وضرب لي على راسو طف 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 قتلو. هني البنت خلعت، البنت خلعت قال لها صافي. المهم هذيك الساعه راسها خلى السيد ميت جثه هامده تمايا، صيفط البنت في حالتها وقال قال لها شوفي انت ما شفتي والو صافي تفاهمنا، الا جبتي شي حاجه غتمشي معايا فيها. قالت لي صافي اوكي، مشات حالتها سلسلت. هو شنو دار؟ بقى كيفكر الغد ليه مع هو بالنهاية اصلا دبر على فاس دبر على شي عتله وبالا وكذا كذا، وجات تمايا وجدت راه كاينة تمايا، سد البيت عليه. وكما قلنا واحد البيت كان تما كان مسدود ديال مولاه ديال مول الدار، ولكن كان مسدود ومول الدار ما عايش معاهم تمايا اصلا، وبدا كيحفر ديك الليل كامل ويحفر يحفر 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 لحتى دار واحد الحفرة دفن صاحب دعوتو تمايا داك عبد الكريم، دفنو بحوايجو هي فاش لقاو البوليس لاكار ناسيونال ديالو تمايا دفنو تمايا. اليوم الاخر يعني دار غير طراب عليه المرة الاولى، المهم دفنو. اليوم الموالي اشنو دار؟ دار واحد الخدمة واحد المجهود سيد مع بناه وكيفهم اشنو دار. هذاك البيت ما كانش فيه زليج، كان فيه غير الضص الضص، يعني محتاجش انه يحيد الزليج. المهم مشى جاب السيما والرملة وداك الشيء تخليطة مرطب القضية قادة صعوبها، دار الضص ولكن دارو على البيت كامل باش ما يبانش الفرق، يعني عاود دصص البيت كامل على وعدو وسعدو وصوب هاديك التسليسة قادة صعوبة ومعوب الناه كيفهم هداك الشيء، علاش البوليس ملي دخلو وتامو الدار مادة ما جاب صافي. هنايا ملي دار العملية ديالو ناض بحالاته جمع حوايجو مشى خلص مول الدار وقال لي شوف انا راه غادي نخرج مبقاش عجبني العيشة هنايا وكذا كذا، لقيت واحد البيت محسن قال لي الله يسخر، عطاه السويرسات ديالو. قال لي الاخر اللي معايا قال لي راه صافي راه مشى هداك اولا، المهم شوف شنو قال لي ما تسوقش ليه. مول الدار حتى هو على حسب ما قال داز شي يومين او ثلاث ايام عاد جا، قال واقيلا عبد الكريم راه هز حوايجو ومشى بحالاتو. هادشي اللي كاين.
المهم الحساس وضحات القضية بها الطريقة العجيبة، هنا يتقدم العدالة وتحكم عليه ب30 عام ديال الحبس، بينما هذيك البنت اللي كانت مشاو جابوها تعرفوا على البوليس وجابوها قالوا لها علاش ما بلغتيش على هذه الجريمه، قالت لهم انا تخلعت وكذا وغادي نمشي فيها، المهم انا تخلعت ما قدرت نقول حتى شي حاجه. المهم ضربات بعامين ديال الحبس لانها ما قالش اشنو وقع هذيك الساعه، يعني عدم التبليغ على وقوع الجريمه. ما عليناش، هنايا كتسالي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم لا متناهي القناه، والله يرحم لكم الوالدين مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.